محكمة! حكمت المحكمة حضورياً على إسرائيل! أولاً! ما بنروح عم، يعني ما عايز تقتل واحدة واحدة. ثانياً! على إسرائيل أن تدخل شوية مساعدات كده، يعني كيس دقيق، ربع رومي، تمن بسطرمة، يعني لو ما فيهاش مضايقة يعني طبعاً بيدي. والله احنا مش عايزين نتقل عليكم، يعني احنا عارفين الظروف. ثالثاً! على كل مسؤول إسرائيلي يطلق تصريحات تدل على إبادة جماعية. حبكت يعني تقولها قدام الكاميرا؟ ما تحكيها بينك وبين صاحبك وتأكد إن مفيش حد بيسجلك. ولاد الحرام كتير. نخش على الجد بقى. رابعاً! على إسرائيل أن تقدم تقرير خلال شهر أو شهر ونص أو اتنين، يعني بص احنا مش عايزين نضغطكم، خدوا روحكم معانا في الاسترس، تمام؟ وهي هي قوة التحكيم، والرب يبارك الجميع. مامي مامي خوفتوني حبيبي، خوفتوني. تعرف شو، مش أحسن نتيجة بالعالم، بس أنا متفائلة إنه على القليلة برك إسرائيل بتوقف إبادة جماعية بعد هالمحاكمة، خي تخفف جرائم بس. وأنا متفائل كمان إنه الدول اللي داعمة لإسرائيل بهاي الجرائم والإبادة رح توقف هذا الدعم. لا، إسرائيل ما وقفت إبادة جماعية ولا وقفت جرائم حرب، والدول اللي بتدعم إسرائيل في إجرامها لسه بتدعم إسرائيل في إجرامها. وجب التنويه، إحنا طبعا ما عم بنقلل من أهمية الدعوة المرفوعة في محكمة العدل الدولية. هو صح كنا بنتوقع أكتر زي وقف إطلاق نار، بس ما بنقلل من قيمتها. إسرائيل مش بس ما وقفت إبادة جماعية، لا، الجماعة عملوا مؤتمر تهجيري استيطاني عشان يخططوا للموضوع ويسرعوا الموضوع. مؤتمر بقيادة مستوطنين متطرفين و12 وزير من الحكومة و15 نائب من الكنيسة. شو صار بهذا المؤتمر؟ واحد، بدهم يهجروا الفلسطينيين من غزة لأنها ضرورة قصوى على حد تعبيرهم. اثنين، اللي ما برضى يتهجر رح نجوعه، نعطشه، نمرضه، نجرم فيه، نخلي حياته مستحيلة عشان يتهجر، لأنه هاي على حد تعبيرهم هي الطريقة الوحيدة للوصول للسلام. ثلاثة، بدهم يستوطنوا غزة والضفة لأنه هذا مطلب شعبي على حد تعبيرهم. أربعة، بعد ما حكوا هذا الكلام العنصري المتطرف الفيونية واضحة لإبادة جماعية، ختموها برقصة. ما شاء الله، هم بيحبوا يعملوا كل إشي جماعي، قتل جماعي، إبادة جماعية، تهجير جماعي، ورقص جماعي. بس يا جماعة في واحد ناقص، في مجرم المفروض يكون بينهم مش موجود. وين نتنياهو؟ نتنياهو؟ وين نتنياهو؟ نتنياهو ما كان موجود بالمؤتمر، وكان معترض على بعض ما جاء بالمؤتمر، بس احترم حريتهم بالتعبير. حريتهم بالتعبير؟ التطرف والعنصرية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، حرية التعبير؟ يا جماعة حرية التعبير متغيرة، خدوها مني كعربي بسيط محدود الدخل مغسول الدماغ صار له فترة غايب عن حرية التعبير، حرية التعبير متغيرة. طلع في هي هودي مش عيني، هيدي مش لمساتك يا تعبير ومش ايدي. ني 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 ني. عسيرة نتنياهو، الزلمة مسك ممسك على الشعب الفلسطيني، بعتذر خبركن، بس للأسف هذا الممسك الصراحة بيعطي إسرائيل الحق بأنها تبيد الشعب الفلسطيني وتهجر الشعب الفلسطيني وحتى تمسح الشعب الفلسطيني إذا بدها. هذا كتاب هتلر كفاحي بالعربي، هذا الكتاب وجده محاربون في بيوت مواطنين في قطاع غزة، وجدوه وهو ضد اللاسامية، على هذا يربون أولادهم. كمان مرة مش الرئيس الإسرائيلي طلع مسك الكتاب وحكي نفس الحكي من فترة وضحكنا عليه؟ بس لا لا لا، في فرق، لأنه الرئيس الإسرائيلي كان وقتها جايب نسخة جديدة، أنت جايب نسخة مبينة مستعملة، شكله حدا منكم قريب. على كل حال، نحن عنا تسريب حصري لإحدى المدارس بغزة، وهني عم بيعلموا الأطفال كتاب كفاحي يا عين. كتاب كفاحي يا عين، ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب 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 عذاب. ده
رح يجي حدا يسألني مروة وين العالم؟ ليش مش عم بيعاقبوا إسرائيل وهي عندها نية واضحة للإبادة؟ مروة وين العالم؟ ليش مش عم بيعاقبوا إسرائيل وهي عندها نية واضحة للإبادة؟ العالم يا جماعة مش فاضي، مشغول بشغلة تانية. العالم مشغول يعاقب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. إسرائيل طلعت وادعت إنه في 12 موظف من الأونروا شاركوا بطوفان الأقصى، طبعاً بلا ما تقدم أي دليل. هذا الشيء أغضب أمريكا وألمانيا وبريطانيا وكندا والسويد والنمسا وهولندا وفنلندا واليابان وكم حدا غيرهم، وقرروا إنه يعلقوا تمويلهم للأونروا. يعني بعز مجاعة وكارثة صحية، العالم المتحضر قرر إنه الوقت مناسب ليعلق تمويله للأونروا عشان إسرائيل ادعت إنه في 12 موظف من أصل 31 ألف موظف شاركوا بطوفان الأقصى بلا ما تقدم أي دليل. طيب في وبالدليل 12 وزير إسرائيلي من أصل 32 شاركوا بمؤتمر في نية واضحة للإبادة الجماعية، هل رح توقفوا تمويل إسرائيل؟ طبعا لا. طيب شو سبب تعليق تمويل الأونروا؟ إيه ما أنت يا مروة قلتي إنه في 12 واحد شاركوا بطوفان الأقصى. لا لا، هذا السبب، بس شو السبب؟ السبب الأول هو الانتقام من الأونروا بسبب الدور اللي لعبته تقاريره بقرار محكمة العدل الدولية. السبب الثاني هو معاقبة جوتيرش بسبب دعمه لقرارات المحكمة ومطالبته إسرائيل بوقف العدوان. السبب الثالث هو إنه إسرائيل عبالة تقضي على الأونروا وهن حبوا يساعدوها، لأنه استمرار الأونروا بيعني استمرار قضية اللاجئين وحق العودة، والقضاء على الأونروا يعني القضاء على كل ما هو فلسطيني. الجار שלנו במלחמה הוא לחסל את האיום ולא להרתיע אותו, ואנחנו יודעים איך לחסל פעילי טרור, קשה לנו יותר עם רעיון. אונרה זה המקור של רעיון, שהמראיינת היא יולדת עוד ועוד טרוריסטים בכל מיני שיטות, ואי אפשר יהיה לנצח את המלחמה אם אנחנו לא נשמיד את אונרה. תעליק תמויל אונרה مش بس عقاب جماعي لأهل غزة, بل عقاب جماعي لملايين اللاجئين والنازحين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها. عمل الأونروا مش محصور بغزة, في بغزة بالضفة بلبنان والأردن, والمستفيدين قريبين من 6 مليون فلسطيني. خالدي ادخل أخبار دقيقة في دقيقة. مساءكم مزين بألوان البطيخ. عثرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على حوض سمك في غزة يحتوي على سمكتي زينة وأدولفين. مستثمر أردني يفتتح بقالة جديدة باسم 3/6/9+5 ديسمبر قبل شهرين. أعلنت جامعة الدول العربية دعمها لحل الدولتين وطالبت الولايات المتحدة باحترام أراضي دولة تكساس. أعلن الفنان الكوميدي محمد آل هنيدي بدء تصوير أفلامه الجديدة السعودية رايح جاي, دزلنا البيان التالي ربع ربعة تميس الصين العظيم نايف في الطايف عندليب التركي ورمضان مبارك أبو العالمين عبد الصمد القرشي حمودة. عجل تمرد ولاية تكساس الأمريكية على إدارة الرئيس بايدن ونشر الحرس الوطني في الشوارع وسط مخاوفها من اندلاع حرب أهلية في أمريكا. خالدي هالخبر صد؟ جد؟ اي والله جد, اي والله عن جد هذا الخبر؟ اي والله صد صد. انهي انهي. كان معكم احمد الخالدي واخبار دقيقه في دقيقه. شكرا خالدي. ما لحق يمر كم من يوم على قرارات محكمة العدل الدولية انتشرت فيديوهات بتوثق جرائم الاحتلال. الفيديو الأول بيوثق قيام جيش الاحتلال بقتل مدني رافع ايديه ورافع الراية البيضاء. الحجة واخويا وعنده حوالي 50 نازح او 70 نازح موجودين في البيت الثاني, اللي يخش علينا اليهود يطلعونا واخويا ما طلعوش, بدنا نروح نطلع ان شاء الله. الفيديو الثاني بيوثق اعتداء جندي إسرائيلي على طفل بالخليل. الفيديو الثالث بيوثق جريمة المفروض ما تمر مرور الكرام, بس عادي مرت مرور الكرام لأنه اللي عملها إسرائيليين. في قوات إسرائيلية مستعربة دخلوا على مستشفى في جنين وهم متنكرين ككوادر طبية ومرضى, دخلوا وقتلوا 3 فلسطينيين, 3 فلسطينيين جرحى, 3 فلسطينيين عم بتلقوا العلاج وفي واحد منهم عاجز عن الحركة. هذا المشهد لو شفناه بفيلم كان ما صدقنا وحكينا إيش هذا المخرج, كتير عم ببالغ, ما في شر لهي الدرجة بالعالم. لا, في اسمه إسرائيل, ومش بس إسرائيل كمان أمريكا. ليه؟ لأنه الخارجية الأمريكية طلعت وحكت إنه المستشفى تفقد جزء من حمايتها القانونية لما يتم استخدامها من قبل إرهابيين أو يتم استخدامها لتخطيط مخططات إرهابية. أنا مش فاهم مين الإرهابي بهذا الفيديو, واحد عم بتعالج عاجز عن الحركة قتلوه ولا اللي قتلوه؟
محكمة العدل الدولية أعطت إسرائيل مهلة شهر إنه يسلموهم تقارير بتثبت اتخاذهم إجراءات بتتجنب الإبادة الجماعية. إسرائيل ما استنت شهر، مستعجلة، تاني يوم بلشت تثبت إنها عم تعمل إبادة جماعية وعندها نية إبادة جماعية بالصوت والصورة وكله موثق. زي مثلا اسمعوا هاي المكالمة اللي صارت بين طفلة فلسطينية والهلال الأحمر. ألو مرحبا عمو. ألو مرحبا. ايوه بتدخ علينا الدبابة جنبي. انتو متخبين؟ في السيارة، احنا جنبينا الدبابة. انتو جوا السيارة؟ هاي الطفلة اسمها ليان، رنت على الهلال الأحمر تستنجد فيهم بعد ما الاحتلال قتل كل عيلتها وحاصرها. حاصر طفلة، قتل عيلتها وحاصر طفلة. للأسف هذا اللي سمعتوه كان آخر إشي رح تسمعوه لليان. ليه؟ لأنها استشهدت، الله يرحمها. قتلوها وسمعنا آخر لحظات رعب عاشتهم. طبعا مش هي لحالها، لأنه الطفلة ليان ما كانت محاصرة لحالها، كانت محاصرة مع قريبتها طفلة تانية 6 سنوات اسمها هند. طفلة 6 سنوات محاصرة من جيش، ولحد هاي اللحظة ما بنعرف شو مصير هند، ما بنعرف وين هند. هل يا ترى لسه عايشة؟ هل خطفها الاحتلال؟ هل قتلها الاحتلال؟ ما بنعرف وين هند. حتى طاقم الهلال الأحمر اللي راح على المكان عشان يسعف وينقذ أو يحاول يسعف وينقذ ليان وهند ما بنعرف عنهم إشي. هذا طبعا كله ولسه ما حكينا عن جثمين لقوهم مكبلين، يعني الاحتلال قتلهم وهم مكبلين، وما حكينا عن جثمين لقوها مرمية بالحاوية، وما حكينا عن جثمين لقوها بلا جلد، مسلوخ جلدها ومسروقة أعضائها، وما حكينا عن طفل رضيع فخخوه جنود الاحتلال ورموه على أهله. طبعاً كل هاد نقطة في بحر إجرام الاحتلال في غزة وفي فلسطين. هلأ رح يجي واحد يسألني، معقول كل هاي الجرائم والعالم ساكت؟ مصدوم يعني؟ أصدمك أكتر؟ في جنديين إسرائيليين سابقين رموا مواد كيميائية على متظاهرين متضامنين مع فلسطين في جامعة كولومبيا في أمريكا، والعالم ساكت وأمريكا ساكتة والجامعة ساكتة. طبعاً ما تفهموني غلط، أنا ما عم بقارن أو بساوي بين الجريمتين طبعاً لا، بس بدي أفرجيكم لوين أمريكا وصلت، إنه إسرائيليين بيعملوا جريمة على أرضها وما بيحكوا إشي. لهون وصلت فيهم الأمور. هاي المعلومة بتركها لجماعة تكساس، أسباب إضافية للانفصال. ببداية الحلقة حكينا إنه حرية التعبير متغيرة هيدي الفترة، وهي عن جد متغيرة. حرية التعبير بتسمح لناس إنه مثلا يحكوا أشياء عنصرية ويمارسوا تطرف وإبادة جماعية، بس بنفس الوقت بتمنع ناس يقولوا لا للعنصرية والتطرف والإبادة الجماعية. شوفوا لي مثلا حرية التعبير شو عملت مع هيدي البريطانية المقعدة بس لأنها ضد إسرائيل وجرائمها. Our house was raided by 5 police officers under section 12 of the Terrorism Act. They then watched me use the loo and watched me dress, bundled me into a metal box in the back of a Vivaro on the floor because I wasn't able to sit on the seats because I'm a disabled woman. It was made very clear to me that if I denounced Palestine, if I denounced Hamas, that I would not be charged, but I obviously won't do that. So I'll see them in court in March, I suppose. God bless the great democracy of the United Kingdom. أنا مش عارفني، أنا تهت مني، أنا مش أنا، لدي ملامحي ولا شكلي شكلي ولا دا أنا. بس يا جماعة الخير ومن باب الإنصاف، طبيعي الحكومات الغربية تتعامل هيك مع مؤيدي فلسطين. تعرفوا ليه؟ لأنه المدفوعين من الخارج. مين؟ من واشنطن؟ من تل أبيب؟ لا، من روسيا والصين. هيك قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة. For them to call for a ceasefire is Mr. Putin's message. لا يا نانسي، لا، الناس مش مأيدة لفلسطين مش عشان مدفوعة من الصين وروسيا. الناس بكل بساطة شايف الإجرام بعيونها وعم يعملوا ردة فعل إنسانية طبيعية، غير إنه الصهاينة قد ما هن أذكياء ما شاء الله بيطلعوا كل فترة بزلة لسان بيفضحوا حالهم أكتر. And I would like to use the rest of my time to say how appalled I am that people are bringing up the Holocaust. Do not use other genocides to describe this one. I have been يبلاني بقطع لساني. لنا لقاء آخر، انشروا الحلقة عشان نفضح الاحتلال كمان وكمان.